في سيدة اليوم، نزعات كائن بحري تصيب طفلا أثناء سباحته بشاطئ جازان، وستون ضحية لنفس الحالة في اليمن. أولمبياد العلوم الدولي للناشئين يضم 300 طالب وطالبة، وسهام السلامة تحدثنا عن فوزها. بلقيس البراك سيدة سيدتي، كيف تتخلصين من خجلك؟ كيف نتعامل مع الشخص المزاجي؟ وما أبرز المشاهير المزاجيين مع أبراجهم؟ مدونة الموضة دانا حوراني تروي تجربتها مع مواقع التواصل الاجتماعي لغالية أمين. كاميرا سيدتي في لقاء مع أول فريق كرة سلة نسائي في جدة. يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، بداية اسبوع ان شاء الله جديد علينا كلنا، ايامنا حلوة ان شاء الله وسعادة، لانه اليوم هيكون يومنا مميز، لانه اغلى الدول الخليجية الصديقة اللي بتحتفل بيومها الوطني اليوم هي دولة البحرين. طبعا احنا من برنامج سيدي حابين نقول لهم كل عام وانتم بخير، حكومة والشعب وطبعا الملك. اهلا وسهلا زميلاتي. اهلا يا رندا وغزل، اهلا يا عبير، اكيد اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اكيد كمان بدوري انا احب احيي هذه المملكه الشقيقه واقول الله يجعلها دائما في امن وامان ويديم علينا هذه الاخوه الجميله. اكيد اهلا وسهلا رندا، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين، واكيد كل التوفيق للطلبه والطالبات لانه بداوا اختباراتهم. كل عام ودوله البحرين الشقيقه بالف خير ونعمه وامن وامان ورخاء. اللهم امين. طبعا وبدوري كمان ابارك لمملكه البحرين حكومه وشعب، والله يديم ان شاء الله عليها الامن والامان يا رب. طبعا ولانه خليجنا واحد، حب فريق برنامج سيدتي يعمل معايده بسيطه للشعب البحريني، نتابع. جميل، يعني الله يديم هذه روح الفخر والعز اكيد ما بين الاشقاء في دوله الخليج يا عبير. وكمان اكيد اول ما نبدا حلقتنا اليوم لازم ناخذ جوله سريعه على الاخبار المحليه، لكن هذه المره خبري بيكون من جازان، حيث فوجئ والد لطفل مصاب بانه ابنه لما نزل البحر تعرض للسعات من كائن بحري غريب. حناخذ هذه التفاصيل اكثر وايش اللي صار بالضبط. ارحب معي عبر الهاتف بوالد المصاب الاستاذ محمد كليبي. حياك الله استاذ محمد. هلا الله يحييك. اهلا بك. طبعا في البدايه نحب نقول الف حمد لله على سلامه ابنك، لو تقول لي ايش اللي صار وايش كان سبب الاصابه. الله يسلمك. والله القصه بدات عصر الجمعه، اخذت الاهل وطلعنا منطقه معروفه عندنا في جيزان اسم جزيره المرجان، دائما الناس تروحها وكذا، طلعت فيها وكان الاولاد على الشاطئ، وفجاه طلع الولد من البحر كان في حالة هستيرية ويصيح أنا ما أدري إيش اللي يعني ما تفاجأنا أنا وأمه بالموضوع، جانا أخذنا تفاجأنا بوجود مادة، الله يكرمكم كرم السامعين، مادة مخاطية على رجوله وكانت غزيرة في منطقة الساق، أخذنا المسح منها شوي، أخذنا على السيارة جلس شوي هادي، يعني ما كان في اي، بعد ما كان يصيح ويبكي شوي هادي، اخذنا على البيت على طول. لما هيدي اخذنا على البيت، يعني احنا اصلا ما عندنا درايه بان الموضوع راح يتطور يعني بهذا الشكل. لما وصلنا البيت بدات تطلع بعض الخيوط اللي يمكن الصور عندكم طلعت. بعض الصور، بعض الخطوط البسيطه اللي لسه ما وضحت.
ودينا عندنا مستشفى احد المسارحة اقرب مستشفى لنا. جيت بالاحد ما المستشفى اخذوا سووا له ابره حقت الحساسيه. طبعا هم ما يدرون ايش الموضوع كامل. وكان برضو في اعاقه في مشيته ما كان يقدر يمشي. فقلت لهم المشي هذه مع الولد ما عاد يقدر يمشي وبدت رجوله تورم. قالوا ان شاء الله انه يزين اموره. قلنا يلا اخذت الولد على البيت. اعطوني له شراب هيستوب او ايوه شراب مسكن مضاد للحساسيه. ايوه مضاد للحساسيه اخذته على البيت. جلس ساعتين يعني لا باس بس كان في مشيته في عرج شوي. ايوه في عرج. طيب استاذي انت قلت انه في جزيره المرجان بيتم تواجد الكثير من الناس يعني من اهالي المنطقه بيروحوا يغيروا جو هناك. هل كان في حالات قبل كده سابقه غير حاله ولدك؟ والله انا ما عندي اي درايه اول ممكن احنا ما قد سمعنا والله عن الموضوع بهذا الشكل. اي والله فانا وقتها في شيء انا نسيت ما نوه عنه. طبعا لما انا شفت الموضوع بدا يتطور اخذته على مستشفى الملك فهد في الليل. وصل مستشفى الملك فهد وكان الوضع صعب جدا في المستشفى ما في كراسي ازمه كراسي ولكن جلست منتظر من فجر السبت الين قبل شوي تو دخلوا تنويم الحين تو تنويم ايوه تنويم لانه كان في قسم الطوارئ طوارئ الاطفال. ايوه قسم الطوارئ هذا مو تنويم هذا ملاحظه عاديه جدا واخذ العلاجات بس في علاجات لازم تؤخذ لما يكون منور بالوليد قصدك. ايوه قالوا ما في تنويم عندنا حاليا ما في كراسي. وهذه جلست انتظرت ارسلت مقطع صوتي على اساس ان الناس يعني تتجنب بالذات الايام هذه علشان ان الناس اللي يروحون دائما من هواة البحر وكذا يعني يتنبهوا على اولادهم. يعني ارسلت رساله تحذيريه نقدر نقول. نعم نعم. طيب استاذ محمد اذا ممكن اعرف انت ذكرت ببدايه حديثك انه انت اخذت شوي من السائل المخاطي، هذا ممكن كمان يساعد الاطباء ولا ايش رايك؟ لا انا والله وقتها ما ادري وش السؤال هذا انا مسحت اي والله وقتها انا طيب استاذ محمد خليني اسالك عن حاله ابنك، هل لما اخذته بعد ما طلعت من المستشفى اول مره كان في ارتفاع في درجه الحراره؟ لا كان بعد وقتها ما كان في اي حراره، لكن بعد ما جيت بالمستشفى احد ساعه بدات تظهر الاعراض اللي يمكن انتشرت شفتوها الصور. ايوه ونقول الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل. يعني الحمد لله حالته الصحيه الان احسن، ما عنده حساسيه من اي نوع، ما عنده أي التهاب، ما عنده أي ارتفاع في درجة الحرارة. لا هو تحت الملاحظة الحين وحولوا التنويم إن شاء الله. يعني إن شاء الله اللي قدامه العافية. أنا أحب أشكر يعني سمو سيدي نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبد العزيز الله يطول بعمره وحقيقة على لفته الكريمة لولدي واللي أمر بمتابعة حالته الصحية. وفي نفس الوقت الاعلامي اشكر الاعلامي اللي هو صوت المواطن الجيزاني اللي ما له صوت اللي هو الاستاذ فهد كامل. اللي وصل الصور والحمد لله على كل حال. الحمد لله، أهم شيء طمنا أستاذ محمد على ولدك وإن شاء الله إنه هو بصحة وعافية وإن شاء الله يتعافى لك أكثر وإن شاء الله يرجع لك للبيت سالم، شكرا لك أستاذ محمد. طبعا بنات يعني ما وقفت ترى الحالات هنا، كمان بعدن يعني في مصابين تقريبا يعني احصوا عددهم انه 60 حاله كانت من نفس الموضوع كمان انه وقعوا ضحيه لسعات قنديل البحر. وصرح كمان الدكتور جمال خدابش انه 60 حاله وصلت للمستشفى وهم يعانون من حاله تحسس، اغماء، ضيق تنفس، يعني في اشياء تدلك. بس انا نفسي يعني افهم يعني زي ما ذكر استاذ محمد قبل شوي باتصاله يقول شفنا لسعة الولد وشفنا انه في يعني ماده مخاطيه ماده مخاطيه وشفنا انه في ضرر على الولد. ليش ما على طول اسعفه؟ ليش ما انه يعني رجع البيت بعدين؟ حسنا شيء بسيط لانه شوفي انا ياما تلسعت منها. والله انت ذكرتينا عبير لازم تذكري قصتك. كمان جد تألمت مره، يعني مره في جده ومره في شرم الشيخ. وكان يعني من الاشياء اللي فعلا يعني هي لسعتها حاره مؤلمه جدا يعني. لدرجه قعدت ابكي يعني بصراحه. أنا ببكي على أي حاجة صايرة بس فعلا هي من الأشياء اللي سببت لي فوبيا من البحر الجلفش ودايم بيكون موجود في الأماكن اللي فيها شعب مرجانية. في المناطق اللي يكون فيها شعب مرجانية أكثر شيء. فلربما كان هذا موسم أو كانت المنطقة جزيرة كانوا موجودين فيها
كان فيها يعني شعب مرجانيه، فعشان كده كمان كانت متكاثره في هذه المنطقه. مش مقياس على فكره انه لازم تكون في جوه البحر عشان تتلسع، ترى في بعض منها بيكون قريب من الشاطئ وفي بعض منها بيكون قريبه من الشاطئ على الشاطئ. بس ما تشوفينه بس المعروف تشوفيه، بس هو تقريبا اولموست شفاف. ما هذا هو انه يكون شفاف ما يكون مبين، هذه ناحيه. من ناحيه ثانيه على سيره انه هو يكون موعد لتكاثرهم، هم بالعاده يتم موسم التزاوج تبعهم في شهر 7 و8 جولاي واغسطس لما تبدا ترتفع درجات الحراره. لكن المريح في الموضوع على سيرة اللسعة هذه تفكز دحين تفكز دحين لا طيب، فالفكرة انه في منها نوعين، السام والغير سام. يعني الحمد لله نحن عندنا ما فيش انواع السام، انواع السام موجودة في استراليا وفي جنوب افريقيا. هي الخوف منها انه احيانا الانسان يتحسس من هذه المادة، فبالتالي تسبب له زي ما ذكرت يا رندا ضيق في التنفس، فبالتالي بعضها تكون لسعات بسيطة واخرى ممكن تكون مميتة. حبيت ذكرتي بالفاصل رؤى انه بالصيف تتكاثر، بس الان انه جت الان فهو شيء غريب. بس خلينا ننبه كمان انه الشرطة منعت السباحة الان بالمكان حتى اشعار اخر. يعني افضل حاجه انك انت تسوي الاسعافات الاوليه انك انت تغسل المكان فورا من يوم ما تتعرض للسعه قنديل البحر بالمويه المالحه. صح. بعد فتره ممكن تعمل كمادات بارده في بعض الاشخاص يفضلوا انه ممكن تعالج المكان بخل، بس بعض الاطباء ما يفضلوا انه انت تعالج المكان بخل لانه اصلا اوريدي المنطقه عندك بتكون شبه مكشوطه او شبه محروقه. اكبر غلط اللي الناس او المتعارف عليه اللي الناس بتمارسه انه اكرمكم الله انه ممكن يتم التبول على المنطقه اللي تم فيها لسعه قنديل البحر، لكن هذا خطا جسيم جدا لانه البول اصلا اوريدي ملوث، ممكن يتلوث الجرح. صحيح. فحكايه انه احنا ممكن نتبول على لسعه قنديل البحر لا. صحيح طبعا الاشياء اللي ذكرتها غزل انه ممكن الواحد يعالجها في المنزل، انا افضل بعد ما يروح او يزور لجهه صحيه لانه ممكن تصير عليها اعراض. اما بعد ذلك صحيح ممكن يتم فيها العلاج منزليا. مشاهدينا مكملين باقي الفقرات لكن بعد الفاصل. أولمبياد العلوم للناشئين ضم أكثر من 300 طالبة من أكثر من 48 دولة، جميعهم أعمارهم ما تتجاوز 16 سنة. استضافتها جمهورة بوتسوانا وحقق الوفد السعودي فيها العديد من الإنجازات وحصلوا على العديد من الميداليات من فضية وبرونزية وذهبية. لكن معنا ضيفة مميزة في الاستديو، سهام السلامة الفائزة في هذه الأولمبياد. أهلا بك سهام. جمهورية بوتسوانا. ايوه. اوكي. خبريني عن مشاركتك في الاولمبياد اللي صارت في جمهورية بوتسوانا وعن الفوز اللي انت حققتيه سهام. الحمد لله انا جبت برونزية في الاختبار على المستوى الفردي، وجبت فضية مع فريقي في الاختبار العملي. ما شاء الله. المشاركة كانت في البداية يعني من اول قبل سنتين تدريب، كانت يسوون لنا تصفيات من كل مدارس المملكة. يعني تصفيات على مستوى المدرسة، بعدين اختبارات تصفيات على مستوى الرياض، بعدين على مستوى المملكة، عشان يختارون الفريق السعودي المشارك في الأولمبياد المكون من 6 أشخاص. ما شاء الله. وبعد سنتين تدريب اختارونا ورحنا. سنتين تدريب؟ كانت بعضها حتى تمدد مثلا شهرين، وياخذونا بعيد عن أهلنا وبعيد عن بيوتنا عشان نتدرب. أول حاجة أنا أقول لك ألف مبروك. قبل لا نسأل كيف كانت تجربتك وشعورك بهذا الإنجاز وأنك أنت حققت الميدالية، خليني أسألك عن التدريب، كيف كنتوا بتدربوا؟ ويعني على حسب ما قرأت وسمعت أنكم كنتوا كمان تدربوا على أيدي وخبرات محلية ذو كفاءة عالية، بس حكيني أنت أكثر عن هذه التدريبات. طبعا هي مؤسسة موهبة اللي كانت تجهز لنا التدريب والمدربين، وكان يعني ياخذونا يحاولون يستغلون فترات الإجازات، يعني نروح جامعات في الرياض أو في جدة عشان نتدرب. وكان التدريب مثلا من الساعة 8 الصباح إلى 6 بالليل تتدرب على الكيمياء والفيزياء والأحياء، ومسائل متقدمة ومع الوقت تصعب ويقل العدد لين اختاروا الفريق. طيب سهام، في العادة زي كده دي الأولمبياد أو أي مسابقة بشكل عام، أنت كسهام أكيد استفدتي منها وتأثرتي فيها، إيش طلعتي بفايدة من مشاركتك في زي كده في زي هذه الأولمبياد؟ يعني فوائد عديدة، أهمها مثلا الاعتماد على النفس، تعلمنا كيف نعتمد على نفسنا بعد ما عشنا بعيد عن أهلنا وزي كذا، وتعرفنا على ثقافات من دول مختلفة. يعني لما رحنا هناك شفنا الناس
وحتى يعني كانوا ياخذون منا الجوالات عشان ما تتسرب الاسئله، فكنا مجبورين نروح نتعرف على الناس ونسولف معهم. يعني صار عندك علاقات وصداقات وصرتي اجتماعيه بشكل اكبر، مش بس داخليا حتى دوليا. الحمد لله. حلو. عمرك 15 سنه يا سهام، وتقولي من سنه قاعده تتدربي، تجربه اكيد غريبه جديده مختلفه، وفوق كذا تسقلك بشكل نقدر نقول قوي وايجابي، خصوصا في مجال العلوم. لو نبغى ننتقل دحين نروح على الاختبار العملي اللي صار، وتكلمينا كيف كانت تجربتك فيها وايش شعورك مع الانجازات اللي حققتيها. الاختبار كان عملي، يعني كل 3 اشخاص كل واحد له تجربه، بس كنا حتى نتساعد، يعني كان ينمي روح التعاون في الفريق، والوقت كان ضيق فكنا نحاول نساعد بعض وزي كذا، ويعني الحمد لله ان جبنا يعني اول مره. طب سام، كيف بتقدري توفقي بين دراستك، انت عمرك 15 سنه، انت في المدرسه سنه كم انت ما شاء الله؟ ثالث ثانوي. ما شاء الله تبارك الله، ثالث ثانوي. ايوه. يعني احنا فزت اختبارات. طمرت سنه. اوكي طبقتي. اوكي ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف بتقدري توفقي بين دراستك وبين انك انت مثلا تشتركي في زي كذا اولمبياد او في مسابقات دوليه بشكل عام؟ هو ضغط كبير صراحه يعني، بس الحمد لله يعني احاول انظم وقتي، احاول حتى المدرسه تساعدني في الاختبارات. في الاختبارات اكيد ممكن يعملوا لك استثناءات خاصه، انه اذا كنت مثلا مشاركه يقدموها ويأخروها. طب حلو، وانظم وقتي زي كذا الحمد لله. ابغى اسالك عن الاجواء الحماسيه اللي كنتوا عايشينها وقت التجربه هذه العمليه، اكيد كانت في بعض الاسئله تحسي انا ابغى اعرف ايش هي الاجابه وكذا، حكينك شويه عنها. يعني هو احنا اكثر سؤال كذا حسيتي انه صعب وقعدتي تحاولي انك مثلا تجاوبي عليه؟ في الاختبار العملي يعني. اي هو يعني كنا فريق واحد، فكنت لما في شيء صعب. انت واحمد المهنا. ايوه. والقاسم وميثم. لا القاسم. والقاسم كان معاكم. ايوه القاسم. هو كان من ضمن الفريق. القاسم السنغالي. ايوه. فكل لما يكون في سؤال صعب نروح نسال بعض ونحاول نفكر انه كذا نتناقش ونحاول نعرف الجواب، مع ان الوقت ضيق بس نحاول نفكر، يعني حتى لو مو صح اصح شيء نحاول نعرفه. حلو. طيب سهام، انت الان ثانويه عامه، ان شاء الله بعد ما تخلصي الثانويه كنت راح تدخلي الجامعه، ايش في بالك تتخصصي في الجامعه؟ هو أنا صراحة أحب الكيمياء، فيمكن إن شاء الله هندسة كيميائية أو كيمياء. الله يحببك فيها كمان وكمان يا سهام. إن شاء الله شيء فيها. في الكيمياء يعني. كيف كان دعم والدك والدتك أهلك، خصوصا أن بعض الأهالي، أوكي طبعا هو حاجة مرة حلوة أنك أنت تشتركي في مسابقات أولمبياد زي كده، بس عادة الأهالي خصوصا أنك أنت ثالثة ثانوي، يعني لا انتبهي مدرسة دراسة ثالثة ثانوي مجموع لا الحمد لله، يعني من أول يعرفون كيف أنه أنا أعرف أنظم وقتي زي كذا، فكانوا بس يدعمونا الحمد لله ما قصروا في اي شيء. الحلو في الموضوع هذا يا غزل انه المملكه فازت في المركز الثاني، حصدت تقريبا 8 ميداليات. صحيح 8 أو 6؟ صحيح 8 ميداليات. فلما كنت جالسه بقرا شويه التفاصيل عنها شيء مره حلو، نقدر نقول انه السعوديه الان يعني سجلت رقم جديد كان في الاولمبياد في العلوم تحديدا الدوليه. لكن هذا التجمع اللي صار والاشراك كانوا في اكثر من 48 دوله، ايش العلاقات اللي خرجتي بها؟ ايش الاشياء اللي استفدتي منها والاشياء اللي تبغي تطوري نفسك فيها مستقبلا؟ من كل الاولمبياد حتى المشاركه من قبل، يعني اكتشفت شغفي في العلوم. يعني من قبل يعني في المدرسه كنت احب المواد بشكل عام، بس بعدين اكتشفت انه كويسه في العلوم واني احبها من جد، حتى استمتع في المسائل، مو بس انه انتظر الوقت يخلص، لا يعني استمتع في حلها وزي كذا، فاحس اني لقيت شغفي ولقيت الشيء اللي احبه وان شاء الله استمر فيه. في العلوم قصدك؟ العلوم بشكل عام، مش مثلا انه انت مثلا تحبي الفيزياء او الكيمياء او مثلا الرياضيات يعني. اوكي انا ما احب الرياضيات، ما احب الارقام اجمالا. لا يعني تحسي نفسك انك انت مياله للاشياء دي بشكل اكبر. اوه والله يعني انت ما شاء الله ممكن تكوني مشروع اينشتاين السعوديه الجديد. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب غير التخصص اللي بتفكرك انت يعني تكملي دراستك فيه، ايش في عندك مثلا اشياء انت قاعده بتفكري فيها وحابه انك توصليها؟ مثلا ايش اقول لك؟ ما بقول اختراعات، بس لو في حاجه معينه في راسك حابه انك تتخططي لها وتوصلي لها. ممكن اخطط انه يعني ان شاء الله التحق في بعثه واروح لافضل جامعات العالم. ان شاء الله يعني قدرت واكون يعني في المستقبل شيء افيد الوطن. نبغى براءات اختراع. كل بناتنا لازم يسجلوا براءات اختراع. يعني اكيد سهام، طالما انك انت ما شاء الله في العمر الصغير ده وصلتي للاولمبياد واخذتي الميداليات والجوائز دي، سواء انت او حتى الزملاء والزميلات اللي كانوا مشاركين معك، ثقي تماما انك انت فخر لكل فتاه سعوديه. اكيد. الف مبروك. مشاهدينا مكملين باقي الفقرات لكن بعد الفاصل.
دائما تعلمنا الغربة أشياء كثير. اليوم ضيفتنا معنا في الأستوديو اتعلمت من غربتها، شغفها زاد في اللغة الإنجليزية لدرجة أنها صارت عضو هيئة تدريس في ولاية ميتشيغن بعد ما زوجها كان مبتعث في نفس الولاية. طبعا سيدة اليوم البرك، حياك الله. طبعا دائما أحب أذكر اسم العائلة قبل اسم الاسم الشخصي. بلقيس البرك، حياك الله. الله يسعد قلبك حبيبتي، أهلا وسهلا. نبغى نعرف بلقيس، نبغى نعرف، جايبينك اليوم عشان تحكي لنا كيف بدت علاقتك مع ولاية ميتشيغن. الله يسعد قلبكم. بالأول أحب أشكركم على استضافتي هنا، لي الشرف. أهلا وسهلا. والغربة علمتنا الكثير واستفدت منها، وكانت تجربة حلوة كثير الحمد لله. الحمد لله. حاولت قد ما أقدر إني أستغل وجودي هناك، والحمد لله يا رب. شوفي أنا حبيت حماسك، يعني تحت الفاصل جالسين نحكي. أيوه. نحكي نحكي ومتحمسة. أنا بنفس الطريقة. أنت حكيتينا كل حاجة، كان أيوه. زوجك مبتعث في الولاية. أيوه. أو كان بيدرس، فأنت كنت دوك متخرجة، لو تحكينا كمان تفاصيل أكثر. أكيد. أنا خريجة جامعة الأمير سلطان، كمتطلب تخرج جامعة الأمير سلطان كان في 7 شهور تدريب. بما أنه زوجي كان مبتعث دكتوراه في جامعة ولاية ميشيغان، قررت إني أستفيد وأستغل الفرصة. حلو. فقررت اني اسوي التدريب نفس الجامعة عنده في ولاية ميشيغان. دربت 7 شهور كمساعدة محاضر، ووقتها كنت ماسكة الكلاسات، كنت اترجم اوراق علمية واساعد الطلاب. حلو. طيب انت كنتي برضو تحت الفاصل تحكي لي انه تبغين المبتعثين يتوظفون، تبغين اللي جالس يتحرك، ما تبغينهم للان جالسين. ايش الشيء اللي انت عملته علشان، يعني ايش الشيء اللي تبغينهم يوصلون؟ لو انت قلتي انا بديت باكاونت على تويتر. أيوه. وتواصلت معك وزاره التعليم. صحيح. وتودفتي. صحيح. فايش الشيء او ايش الخطوات اللي انت تنصحيهم فيها؟ الخطوه هو انه الواحد المفروض، اهم شيء انه الواحد ما يستغل يجلس ويستنى الوظيفه تجي. الوظيفه ما حتجيك، لازم انت تروح تلاحق الوظيفه. صحيح. انا كنت اقدم كل يوم بعد ما تخرجت من الماجستير، كنت كل يوم اروح الكافي شوب احط اللابتوب ابحث عن وظائف اقدم اونلاين. بس بنفس هذا الوقت انا مو جالسه استنى وظيفه تجيني، شفت الوظيفه ما قاعده تجيني، قررت اني انا اروح لها بنفسي. قررت اني اتطوع 1.5 سنة بعد الماجستير، كنت كل يوم ادرس بمعهد لغه انجليزيه، اقدم اونلاين، شغال على تويتر اكاونت، سويت اشياء تطوعيه كثير. فبس المهم انه اي احد جالس بالبيت الان يسمعني وما عنده ولا وظيفه، لا تجلس. لو ما حصلت لك الوظيفه كيف؟ ايش يعمل؟ يتطوع. طيب يتطوع وين؟ انا الان جالس وما عندي اي وظيفه وانتظر وظيفتي تجيني، او انه انا قدمت وخلاص يأست وجلس. وانت تعرفي بلقيس كثير مبتعثين جالسين وكثير يأسين ومحبطين، بس ايش الطريقه؟ طيب انا وين اروح؟ يعني انا 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 هم. أيوة. انا جالس اسالك انه وين اروح؟ طيب كيف الواحد يعرف على اشياء التطوع؟ انا اثناء تواجدي لما كنت في امريكا ما كنت جالسه بالبيت، كنت دائما اروح احاول اشوف ايش في بالبلد، اروح اتعرف على ناس، اسالهم ايش في ممكن فرص. ما كانت في فرص وظيفيه لي بالبدايه قبل الماجستير. ما كان في فرص وظيفيه. فرحت طوعت مكتبات، في الفود بانك اللي توزيع الاكل للفقراء. في ايش كمان، في برنامج اسمه الجولدن كي، هذا برنامج قديم يسوي دعم للناس اللي على قد حالهم، الاطفال. كنت قد ما اقدر احاول اني ما اجلس، واذا ما لقيت فرصه اروح اتعرف على ناس عشان اعرف عن فرص زياده. انت تحكي لنا عن امريكا عشان تتكلمي باللغه الانجليزيه اكثر مع الاشخاص. صحيح. المتواجدين هناك. لكن انت كنت بتقولي انه ما كان في فرص وظيفيه نهائيا، ومن تقريبا 0 إلى 100 وصلتي لما صرتي عضو تدريس في جامعه ميتشيغان في ولايه ميتشيغان. أيوة. كلمينا عن الانطلاقه الفعليه لعضو تدريس لمده 3 سنوات. ما شاء الله حبيبتي. انا حقول لك لما سويت التدريب اللي بعد البكالوريوس حاولت قد ما اقدر اني اثبت نفسي. حل. حتى كنت اقدم لهم الاشياء اللي طالبينها مني، اقول لهم ايش ممكن اسوي لكم، يعني اعرض خدماتي لهم. حتى بعد ما خلصت قلت لهم انا ترى ما خلصت، انا خلصت 7 شهور تدريب بس شغلي ما خلص معاكم. إذا أي أحد من الأعضاء التدريس مو موجودين أنا مستعدة أني أقدم معاكم، أروح أعطيكم كلاسات وقت سفركم. اشتغلت على نفسك؟ اشتغلت على نفسي، وكان مجاني، ولا دولار واحد دخل جيبي. بس أنا اللي أشوفه دائما الأعمال التطوعية عمره ما تكون مجانية، فيها عائد معنوي، ابتسامة الناس، أنك ساعدتي شخص. صحيح. تبني سيرة ذاتية، معارف. معارف، المعارف هي اللي تعطيني فرص ثانية. صحيح. عمره ما المعارف ما تكون لها فائدة. صحيح. أنا من هالمنطلق أنا حصلت على وظيفتي أني أكون عضو التدريس، لأنه كونت معارف، أثبت نفسي بالجامعة، وريتهم أنه أنا قد المسؤولية، والحمد لله درست 3 سنوات. صحيح. كمان قد إيه ساعدك أنك عضو تدريس لمدة 3 سنوات هناك، وكمان لما جيت المملكة هنا؟
أنا لما كنت أدرس كنت طالبة ماجستير بنفس الوقت. أول ما عرضوا علي الوظيفة مرة كنت خايفة، لأنه أنا قاعدة أدرس بلغة ثانية بلد ثاني، وتدريس فعلي حيمسكوني الكلاس كامل، فكنت خايفة. لكن لازم الواحد يطلع من الكومفورت زون ويروح يثبت نفسه. صحيح. وإن شاء الله ما حنخسر شيء، يعني أكيد حنتعلم. هي تجربة بالنهاية. أيوة هي تجربة. وقلت أنا ما أبغى أرجع للسعودية والسي في حقي فاضي، لازم أعبيه، لازم أستفيد. برافو عليك. والحمد لله اني عبيته، يعني ان شاء الله حعبيه كمان زياده. بس هل تجربه واني انا اروح اعرض خدماتي واروح اضغط على الناس عشان بس تعطيني فرصه، هذا اللي خلاني ارجع. الحمد لله انا حصلت على الوظيفه قبل ما ارجع حتى على السعوديه. أوه. اسبوع قبل ما ارجع تواصلت معي وزاره التعليم وعرضت علي الوظيفه، والحمد لله يا ربي لك الحمد. يعني حبيبتي الحمد لله، واكيد نفتخر فيكي. بس تم ترشيحك كمان، نبغاك تحكي لنا عن التجربه اكثر. تم ترشيحك عشان تحكي لنا عن تجربتك بمنتدى مسك، ابغاك تحكي لنا اكثر عن هالتجربه والمشاركه. طبعا كان لي فخر اني اكون موجوده بمنتدى مسك. مسك معروف بيدعموا للشباب والهامهم ويحاول يطلع احسن ما فيهم. صحيح. كنت مشاركه بمجلس من مجالس مسك، تكلمت عن تجربتي بالتطوع اثناء فتره الابتعاث، وتكلمت عن التطوع، عن التدريس، عن كيف ممكن المبتعث لازم يستغل وجوده. طبعا أنا لما رحت ما كنت مبتعث، أنا رحت مرافقة مع زوجي. كنت مرافقة، والحمد لله وطني ما قصر معي، مو بس يدعم المبتعثين، يدعم مرافقين المبتعثين. صحيح. فالحمد لله يا ربي استفدت، وحاولت قد ما أقدر مشاركتي بمسك إنهم عطوني الثقة، إن شاء الله إني قدرت أردها لهم، وإن شاء الله إني أكون ألهمت الناس. أكيد. اللي كانوا موجودين هنا. أكيد بإذن الله. من أحد الأشياء كمان اللي مهمة اللي دائم سواء كنا مبتعثين أو اتغربنا الفترة برا ورجعنا على الوطن، إيش من كان يكون الوطن، بنحاول إنه إحنا نقدم دايم، بنحاول إنه إحنا نعطي دايم للوطن وأبناء الوطن أيضاً. ايش تحسي نفسك بالقس ممكن تكوني قدمتي خلينا نقول للطلاب مثلا السعوديين والسعوديات، ايش الانجازات اللي تحسي هم استفادوا منك فيها؟ عفوا. دائما احاول، طبعا ما كان عندي تواصل كثير معهم فتره تواجدي هناك، غالبا كنت مركزه على دراستي وعلى التدريس. أكيد. بس الان شغاله بتويتر، اتذكر طرحت قضيه صارت لي. كنت كل سمستر، انا درست سنوات بجامعه ولايه ميشيغان، كل سمستر كان عندي توتر يجددون لي عقدي بس مده سمستر واحد. ويروحون يدورون على واحد امريكي بدالي ياخذ وظيفتي. فمن التوتر هذا اللي صار لي دائما احاول اطرح الفكره انه لا تيأسون، حتى لو احد جاء اخذ مكانكم، لو صار شيء حاولوا انتم قد ما تقدرون انه تثبتون انفسكم، تستغلون اي فرصه. فتويتر شوي يعني صاير لي منبر اني اتكلم عن اهميه التطوع، اهميه تطوير النفس، انه الواحد المفروض ما يكون جالس سلبي بس يتحلطم الوظيفه ما جاتني. صحيح. لانه الشخص لازم هو اللي يدور على وظيفته، الوظيفه ما حتجي ابدا. صحيح. دائما يمكن اغلب المبتعثين يمكن يعتمدون شوي على واسطتهم ما تتحرك وما ادري ايش، فتلقينهم جالسين ومحبطين. بس ابغاك تحكي لنا برضه عن ورشه عمل انت عملتيها. ايوه. ابغاك تتكلمي لنا اكثر عنها، وايش تهدف؟ لايش تهدفين؟ طبعا انا درست ترجمه بجامعه الامير سلطان. كنت طالبه هناك، وكان لي الشرف لما دعوني اني اكون، حسوني انه انا شخص ممكن يفيد الجامعه مره ثانيه. حسيت اني قادره اقدم للجامعه جميل، الجميل اللي قدمته جهزتني اني اكون بالمكان اللي انا فيه. كنت قاعده اتكلم عن فرص الترجمه، وانه الواحد مشكله في معروف 80% من الناس اللي يتخصصون تخصص ما يتوظفون مجال تخصصهم. صحيح. فالترجمه اوريدي هي بابها مفتوح، فكان فكرتي هناك اني اتكلم كيف ممكن الواحد بالترجمه ايش الفرص الوظيفيه، مو شرط يجلس على ورقه ويترجم. ولا مو شرط يصير ترجمه فوريه، ولا مو شرط يكون مجاله بالترجمه، ممكن يدرس، ممكن يشتغل بشركه، ممكن يسوي اي شيء. يعني الان بوزاره التعليم انا لاني مترجمه ولا اني شيء، بس ماسكه شيء ثاني يعني. مع انه له ارتباط خفيف، بس كنت اتكلم عن اهميه الترجمه واهميه التطوع. التطوع يعني ما اقدر قد ايش اركز، مهم. فالحمد لله يعني دائما بنتكلم على التحديات والصعوبات اللي بتواجه اي شخص في اي مجال كان. انت الحمد لله وصلتي، وزي ما ذكرنا في بدايه فقرتنا انه احنا من لا شيء وصلنا الى مكانه جدا مميزه، لدرجه ان هم صاروا وباستمرار يجددوا معاك العقد كمان هناك في الولايه كعضو هيئه التدريس. ايش كانت اكثر الصعوبات والتحديات اللي واجهتك حسيتيها؟
أو الصعوبات زي ما ذكرت قبل، سالفة إنه كل سمستر متوتر يا رب يجددوا لي عقدي، لأنه مرة يهمني إني أدرس عشان أبني سيرتي الذاتية. أكيد. لما الواحد يكون يحاول ما تعبك زوجك شوية، خلينا نتكلم في دي السالفة يا بلقيس. داعم داعم لي وبقوة، مو عشان الآن جالس هنا بس كان داعم، أي فرصة أكون مترددة شوي هو يدفني كذا يقول لي روحي ما حد يخسر شيء. جميل. والحمد لله يا ربي يعني ساعدني كثير. الصعوبات هي الفرص الوظيفية. مشكلة لما يكون الواحد بعيد صعب يثبت نفسه للبلد. صحيح. كيف ممكن أروح أقدم بالمكتب؟ صحيح. نفسي أنا كنت بعيدة، فكان هذا الصعوبات. التدريس لما درست بالجامعة معروف طريقة التدريس بالسعودية غير مرة عن برا، علاقة طبعاً. المدرس. صح. مع الطالب مختلفة. فكان هذا شوية صعوبة أني أحاول أستوعب هم كيف علاقتهم مع بعض. كان لقيتك كمستر بينك وبين الطلاب خصوصا الأجانب؟ كان عندهم اهتمام لأنه أنا كنت سعودية. فطبعا يسمعون بالميديا بس ما ولا مرة شافوا ناس سعوديين. صحيح. فكانت هذه فرصتي أني شوية أحاول أمثل بلدي إن شاء الله خير تمثيل. بس اللي ساعدني عمر الصغير مع عمر الطلاب، هم كانوا طلاب جامعة وأنا لسه توني متخرجة من الجامعة، فساعدني هذا الشيء. حلو، تقربتي منهم أكثر. الحمد لله. كثير متشرفين بوجودك اليوم بلقيس. حبيبتي الله يسعدكم. كثير حبينا كيف أنت متحمسة، كيف أنت داعمة، مش بس متحمسة. شكرا لك، شكرا لوجودك اليوم. شكرا على استضافتكم هنا. أهلا وسهلا، نورتينا. الله يسعدك حبيبتي، شكرا لك. خلونا نطلع فاصل وأكيد راجعين مكملين. من أكثر المشاعر تعقيداً الخجل، واللي دائماً توقف عائق أحياناً في كثير من المواقف، تخلي الإنسان ما يقدر يخوض تجربة جديدة أو علاقة جديدة أو حتى ممكن يدافع عن نفسه. صحيح. هل ممكن أنه الخجل يأثر على حياتنا الشخصية والاجتماعية؟ هل ممكن أنه الخجل يكون نوع من أنواع الأمراض؟ وكيف نقدر نتخلص من الخجل الزايد؟ صحيح، هذا اليوم رح نتكلم عنه كله، هنعرف كل حاجة مع كل المدرب. أكيد يعني. أكيد مع المدرب محمد، حياك الله. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، مستورة بالخير، وأهلا وسهلا بالمشاهدين. أستاذ محمد، ما نعرف أول شيء كيف يتكون الخجل؟ يعني نعرف الخجل أنواع بس كيف يتكون؟ طيب، الخجل ترى أخو الخوف دائما نقول. أوكي. وقبل الهواء ممكن نتكلم عن الخجل. البعض يقول أنا ما أخجل. أي. والبعض يقول أنا كثير الخجل. لكل إنسان فيه بسيطة يعني نكتب. في ذرة من الخجل. أوكي. لابد هذه. طبعا الخجل يدخل معها مثل ما قلنا أخو الخوف، ويدخل معها الحياء أو الاستحياء. صحيح. ودائما الخجل في بعض الأحيان ما نقول إيجابي، نقول ترى أكثره سلبي. تمام. ولكن في بعض المجالس إذا جلسنا أو عدة حواراتنا لابد هالخجل هذا يكون فيه شيء إيجابي. لأن دائما إنك تحترم الصغير تحترم الكبير. فانك ما عدم انك تكثر الكلام عنده، هذا نوع من الخجل انك احترمته او انه قللت أو الحكي معه وما نزلت. اي نعم، واعطيت المكان الحياه والاستحياء كامل. طب هو الفكره استاذ محمد، احنا كيف نقدر نفرق بين الخجل وبين الحياء؟ يعني كيف اقدر اقول انه ده انسان خجول وده انسان يستحي؟ طيب، الانسان الخجول هذا دائما يخاف من حاجة، من ردة فعل مباشرة تجي. نقدر مثل نقول الطالب إذا خرج لإذاعة مدرسية، خل نمثل الصغار أول شيء. تعال بطلع الطالب لإذاعة مدرسية، ممكن أول مرة حيصيب التأتأة. صحيح. تمام. وهذا الشيء هذا مريت فيه أنا أصلا سابقا أيام المرحلة الدراسية. التأتأة، الخوف، ارتباك. إيه، والارتباك دائما، وردة الفعل مباشرة سواء. صحيح. من المعلمين اللي حوله، اسكت وقف، ممكن أنتم تحسونها في الكنترول بعض الأحيان. لا وقف هنا، شوف الكاميرا واحدة والكاميرا اثنين. احنا متدربين. احنا متدربين. فهذا نقدر نقول من الإنسان اللي دائما يخجل من ردة الفعل مباشرة. جميل. غالبا يرتبط الخجل بالانطوائية، الإنسان اللي يكون يخاف ويشعر بعدم الارتياح، ما يحب إنه هو يوسع دائرته بمعارفه أو حتى يخوض تجربة جديدة زي ما كنا بنقول، دائما يكون شخص زي ما حضرتك تفضلت قلت سلبي، فبالتالي يكون انطوائي. إيش هي السكيلز والمهارات اللي لازم يدرب نفسه عليها حتى يتجاوز هذه المرحلة؟ الخجل إذا طول لفترة زمنية ممكن يصيب الاضطراب التوحد. ممكن يكون مرض نفسي له. دائما
الإنسان الخجول نعطيه بعض السلوكيات أو بعض الأنماط أنه يسويها أو يعمل عليها. عفوا كيف ممكن الخجل يؤدي إلى التوحد إذا طول؟ إذا طول طيب أنا دائما إذا كان عندنا مجلس والشخص هذا انطوائي نفس ما قالت ويجلس بالزاوية ولا يتكلم ولا يحكي ولا يشارك المواضيع أو الآراء دائما نحن نقول يا الإنسان الخجول شارك بآراء. ترى مو شرط انك اغلط يعني مو مشكله اغلط إيه؟ صحيح يا سلام مو شرط انك انت راح تسمعين كلامي أيه. الاهم اني انا اعطيت رايي او بديت رايي اني وسعت دائره شارك. افكاري جميل افهم من كلامك انه ممكن يكون انطوائي ممكن يكون يعني التوحد مرض التوحد مرض وليس لا ليس مرض التوحد أيه. التوحد ليس يعني مرض. انت ممكن احنا عاده اي احد يكون منعزل او انطوائي مع نفسه احنا بيننا وبين نفسه متوحد يعني احنا نلحق إيه؟ إيه؟ بالصفه ولكن ما يعتبر مرض ايوه طبعا اكيد عشان انه ممكن انت لما تجي تقول كلمه زي كده ويكون بعض الامهات بتتابعنا وبتشوفنا لما يكون طفلها خجول تخاف حتروح تقول عنده توحد اي هذا احنا نقول دائما اللي هو بعض الولدين إذا خافوا أو شافوا على يعني على أبنائهم قلنا مثل قبل شوي إذا طولت الحالة يروح للطبيب النفسي طبيب نفسي مانع. صحيح وترى دائما الطبيب النفسي ترى مثل أي دكتور باطنية مثل أي دكتور طب الأسرة ترى فدائما يعني نقول يا ناس إذا أخذت حبوب حق الاكتئاب أو كذا لا تخاف شيء هو عادي علاج يعني. داخلي صحيح. راح تعالج مع الزمن اذا ما فاد معك العلاج اللي هو العلاج النمط السلوكي مع الحياه صحيح. يعني شارك ابدا رايك حتى اذا كان عندك مخاوف ابدا رايك صحيح. حتى لو الجميع ما أوكي. طيب انا اقول لك حاجه بس اسمحي لي بس قبل لا نتعمق اكثر في موضوع الخجل احنا الحياء مطلوب أكيد. خصوصا من أكيد. السيدات او الانثى بشكل عام مطلوب نعم. انها تكون عندها حياء ايش الفرق ما بين الحياء اللي موجود عند كل البشر الحياء وما بين الخجل نوضح هذه النقطتين نقدر نقول الحياء من الاحترام يعني او من انوثة المرأة الإيمان. يعني الخجل هذا للجميع اصلا جميل بس طيب في بعض الخجل او الحياة يجي ردة فعل يعني السبب صار يعني خليني احكي لكم القصة يمكن سبب. انا السبب اينا خليني احكي لكم هذه القصة اول مرة اذكرها حتى في حياتي الخاصة يمكن ماما الان تشوف كنت مرة بالمدرسة فطلبت من المدرسة لأنه في وحدة غابت طلبت من المدرسة أنه أنا أطلع أقدم إذاعة مدرسية وهذا السبب الرئيسي اللي خلاني أدخل إذاعة أوكي. فدخلتني وخلتني أقرأ حاجة قرأتها ما وأنا جلسة أقرأ أسمع صوت ضحك البنات برا جميل من يومها حتى تليفون ما أرد انه يعني احس صوتي في شيء بعدين شوي شوي مع ماما مع خواتي مع كله يعني عرفت الدعم المعنوي قعدت الجديد كسرتها لدرجه انه ماما اقنعتني ادخل اذاعه الاذاعه طبعا اف ام اول شيء اخليها لك يا رب العالمين امين فاقول لك انه ساعات تكون رده فعل الحاجه معينه صارت معك وانت صغير يأثر تأثير اي فهنا كيف الاهل يدعموا كيف ممكن الاصحاب يدعموا كمان الاصحاب لهم دور مره كبير ممكن تثق بصاحبك اكثر من انه اهلك اللي موجودين او تحكي معه نفس ما ذكرت القصه يمكن قصتك شبيهه قصتي اوكي ترى يمكن في علامه استفهام بكيتي كثير كثير فأنا أذكر يعني وقت الإذاعة أنا بكيت وانحشت ترى طلعت من الإذاعة طلعت ما كملت تمام إني أذكرها هل تعلم لا 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 لا, لا أعطيتها وانحشت صحيح أنا رميتها بوجهها وقمت أصيح فهذا لو نرجع لكل شخص لو يرجع للزمان إيش كان يخاف منه ترى في ناس يخافون من المرتفعات يدوخ يغمى عليه أي شيء في ناس يخافون من القطط الحيوانات يعني بشكل عام في ناس قصدك عندها رهاب اجتماعي يا سلام احنا نتكلم عن الاجتماع دائما احنا نقول اذا صابك الشيء هذا اكسر قاعدة الجليد قاعدة الجليد ايش هذه دائما اذا كنا خجولين او كنا خايفين نرجف شوي فهذا نقول اكسر قاعدة الجليد علشان تسيح وتصير موية تمشي مع العالم مع المجتمع يعني انت بتقول محمد من الاخر ان لشخص خايف من حاجة معينة حتى لو هو خجول منها او يشعر بالخجل منها يتقدم ويروح ويسويها ويبحث عن الدائرة اللي هو فيها يعني احنا اقرب مثال نقول والدي اذا كان
الأب مثلا تربوي ولا أي قطاع ثاني يتعلم أو يناقش أبوه مع بعض الحوارات. إذا أمه كذلك نحن نقول الأم أكثرها يعني صح. البنات الطبخ ما الطبخ إذا هي خلي تتكلم على الطبخ دائما تحاول تجرئها أكثر فدائما وحتى يعني عندي بعض الأخوات الصغار يمكن يشوفوني الآن تعرف إيش أستاذ محمد مع الأسف الشديد عفوا على المقاطعة يعني أنت بتقول على سيرة الأمهات إحنا في بعض المجتمعات عندنا دائما عندنا عيب أنت بنت لا تتكلمي لا تقولي لا تفعلي لا تتركي بعض الأمهات من أو على بالها عدم الثقة مو عدم الثقة التربية أسلوب من أساليب التربية لا تتكلمي كيف تتكلمي فتحاول إن هي تخلي البنت وتكسر فيها الحاجز الخجل أو بتبني فيها مع الأسف الشديد الخجل وبتخليها ما تقدر تكون مقدام إن هي تتكلم لأنه عيب أنت بنت ما تتكلمي وحتى إذا كان في مناسبة لكم أنتم يا الحريم يعني أو السيدات والبنت عمرها 16 سنة لا أنت صغيرة خليك فوق لا تنزلين صحيح طيب البنت بتكبر يوم بعد يوم برضو خليك فوق لا تنزلين طب لما تكبر تنزل يا سلام طيب عليك يا بس هو فعلي هذا متصل ما هو في حاجة في حاجة احنا لسه انا عشان كده طلبت منه انه يوضح لنا الفرق ما بين الخجل والحياء الحياء شيء جدا مهم وشيء جدا مطلوب اساسا طب اوكي يعني لكن لازم الخجل يكون عندك حياء وتكوني جالسة في الغرفة فوق ما تنزلي تحت تجلسي مع صاحبات امك صحيح تجلسي عادي جالسة مو لازم تناقشيهم لا عفوا في فرق بين انك انت تكوني جالسة بادبك وبين انك انت تتطاولي وتجلسي وتتجاوزي حدودك انا قاعدة اقول لك في فرق ما بين الحياء والخجل عشان كذا مثلا في اوقات كثير امهات يمكن امهاتنا احنا مثل ايش الحياء او الخجل الفرق ما بين الحياء والخجل الحياء موجود في الانسان اساسا من اي انسان يولد موجود فيه حياء في اللبنه الاولى تستحي انه انت تغلط على احد اكبر منك تستحي انه انت تجلس تحط رجل على رجل قدام مثلا مدرسك او معلمك يعني هذه الاشياء موجوده طيب. الخجل في فرق ثاني الخجل اللي هو يبني فيك زي ما قالت انه تكون شخص زي عقدة ما تقدر مثلا أكثر. تتصرف لا ما ابغى اقعد معاهم لا ما ابغى اسالف معاهم لا ما اخرج يحس انه هو في حاله مختلفه طيب. طبعا هذه من ضمن الاسباب الخجل هو اساسي اصلا موجود من طلعنا من الدنيا هذه أوكي. تمام ولكن البعض على نقطه اللي هي تتصنع او انها تعقدها امها ولا ابوها ولا احد الافراد العائله او جو المدرسه تصير لها عقده الخجل هذه أي. مثل رده الفعل حقت الاذاعه الضحك وذا جتني عقده انا خلاص انا ما راح اطلع المسرح هل يوم الايام انا كنت يعني راح اعلم اني بطلع في برنامج سيدتي هنا لو مو التجربه الاولى ما كانوا عرفت لكن هي نبت من التجربه يا الاولى سلام. لكن مرينا بظروف كسرنا القاعده الجديد اللي هي الخوف او الخجل من الناس وفيه نمط سلوكي دائما نقوله اللي هو حاول تكتب على ورق أي شيء أنك تخجل منه اكتبه على ورق والشخص اللي ما تقدر تواجهه ودك تقول له كلام اكتبه على ورق ورسالة ارسله على سناب شات ارسلها لمين سناب شات ارسله مسج على التواصل الاجتماعي يعني في شخص اللي بخاطرك يعني كذا انا لا اخجل ولا استحيل على وشي وارسل واحد ما اسمه انت ما تقابلين وجها لوجه جماعه كذا قابلته وجها لوجه فارسل اللي احنا نخاف من ردة الفعل المباشره ردة الانفعال الوجه لوجه متى يكون مرضي الخجل مرضي اذا قلنا اذا مر عليه فتره زمنيه طويله يعني خلينا نتكلم من عمر واحد 15 سنه كان يخجل وصل الى 35 سنه وما كان يخالط الناس وما يروح ما يعني ما يطلع طلعات الاجتماعيه العائليه أيه. هنا نقول لا هنا وقف هنا روح عالج صحيح. انت الان كونت اسره انت عمرك الان 35 سنه كيف راح تربي اولادك اصلا هل ممكن الحياء يصير خجل اللي يتحول لمرض اي نعم اي طيب يعني في فرق ما بين الحياء والخجل يا حبيبتي والله يا عبير والله في فرق الان تعترف ان هناك فرق ما بين الحياء والخجل انت جاوبت عليها قبل شوي ايوه لانه انا عارفه انه في فرق ما نص الفرق بس نتكلم احنا نقول الخجل
انت استاذ محمد عشان عبير تسكت وتهدى وتتفق انه بس قول له انه ايه في فرق الله يخليك لا انه عشان تقتنع انه هو موافق انه في فرق هو موافق خلاص موافق تفضلي روح استاذ محمد من ضمن المواقع اللي المفروض ما يكون فيها خجل ويكون فيها نوع من الاستحياء مع الجراءه العلاقه الزوجيه والخصوصيه بيناتهم بنعرف في كثير من الازواج ما بتكون في عندهم هذه الصراحه قد ايش وكلنا نعرف انها ممكن تاثر بشكل سلبي على حميميتها وعلى استمراريتها بشكل مناسب. طيب خلال طبعا الزوج والزوجة في فترة الخطوبة أو فترة الملكة يعني عقد القران بعد الفترة طبعا في حالة ما كان اقشط واربح هذا طبعا في حالة لو ما كان الزواج زواج اقشط واربح اي لا هذا احنا نقول في عقد القران طبعا بعد الشوفة الشرعية العقد القران حيكون في تواصل مستمر بين الزوج والزوجة تمام ما قبل الزواج يعني ما قبل الدخلة يعني أي أكيد. نقدر نقول اللي هو لا تخجل هذه زوجتك هذه أم عيالك هذه أنت وياه اللي راح تبنون المستقبل أنت وياه أنت وياه اللي راح تبنون البيت مليء بالحب مليء بالوفاء مليء بالإخلاص لا تخجل منها وحتى كلام للزوجة لا تخجلين كذلك من زوجك الكلمة اللي تستحي منها بدها لا عفوا طيب عفوا أنت بتطلب أن السيدات ما تخجل من زوجها نعم. بعيدا عن الخلفية التربوية للمرأة أو المرأة السعودية أو العربية متربية عليها أنه كل شيء عيب وكل شيء ما يصير هذه مشكلتنا حتى لما تجي تبي تضحكي لا تضحكي بصوت عالي لأنه عيب أنك تضحكي بصوت عالي مع أنه زوجها في وقت من الأوقات يبغى تضحك بصوت عالي لما يجي يقارنها بالفنانة الفلانية أو بالممثلة الفلانية لما تجي تقول له مثلا أنا أبغى هذا الشيء منك أو خلينا نعمل الشيء ده غير بعيد عن موضوع الخجل في طبعا سؤال ثاني حيوجه انه انت من فين عرفتي فهي حتخجل ان هي تتكلم معاه فبالتالي تختصر الموضوع وما تتكلم لا بالعكس احنا في حياتنا اليوميه عندنا حسابات تواصل اجتماعي نتعلم منها ترى بعضها بعضها مفيده خصوصا بين الزوجين اي نعم ومؤثره بنفس الوقت فبالعكس اذا قلت اذا قال الزوج للزوجه من وين مثلا تعلمت ما اعتبرها وقت قله حياه لا انت الحين ماسكه في الخجر والحياه حشرح لك لا لانه بس انا اتكلم عن العلاقه الزوجيه مو بس هي العلاقه الحميميه انا حتى لو شفت شيء من زوجي اكرهه لازم اقدر اقول واعرف اقول ما اخجل واخاف اني لو قلت هذا اذا كنا نتكلم عن الخجل المرتبط بالخوف اني انا اخاف عشان كذا قلت انا قلت الزوجه والزوج لا يستحمون بعض لانهم اساس اللبنه يعني هم قاعد اسسوا تكوين اسره تكوين الاسره حبه بحبه تمام ولا لا يعني بعيدا عن جو اسره الوالدين طبعا من اهلك او من اهلها تمام طبعا انت ويا خلاص اسستوا الركن الاول يعني فلا تخجل ولا تخجلي فهذا زوجك اعطيه وهو يعطيك وانت برضو عطى وهي تعطيك عشان كذا كمان يعني نسبه الطلاق مره كثيره فالحوار بين الزوجين مره مهم وهو الاساس زي ما قلت فدائما الزوجه ما تستحي من زوجها قولي له كل شيء عشان ما تتطلقين طيب نرجع لخجل لا 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 في حكمه لا 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 او قصه الاسبوع الماضي يمكن استمعت لها اللي هي قل الكلمه او انصح وارحل صحيح ما ادري والله اسم الدكتور نسيته عذرا يعني يمكن نقول قصته يعني اللي هو سبب الطلاق عشان زيادة ملح بالأكل دكتور أنمار تمام فبعد ما حكوا بالموضوع كامل كان علشان غلط على أهلي طيب من الأساس زيادة ملح توصلت إلى غلط على أهلها فهنا خلاص زيادة ملح وراء أكلك جميل خليني أسأل كان أستاذ محمد هل نسبة أو زيادة الخجل عند المرأة ممكن تخلي زوجها في يوم من الأيام يعنفها لفظيا مثل ايش؟ يعني مثلا لما واحدة تخجل انه مثلا لو زوجها جاء في يوم من الايام اتكلم معها او تلفظ عليها باي لفظ هي تربيتها ما تسمح لها انه هي ممكن ترد تخجل انها هي ترد او تستحي انها هي ترد فبالتالي ممكن يخلي الزوج بزياده يتنمر عليها ويتلفظ عليها بالفاظ ممكن تضايقها هل خجل المراه في المواقف دي بيعرضها ان هي يتنمر عليها وتتعرض لتعنيف لفظي؟ لا 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 لان ما يعني مع الشرح او توصيل المعلومه من الزوجه بطريقه يعني كل واحد بطريقته حيعرف الزوج وحتعرف الزوجه كذلك يعني في شيء انا ما احبه اكرهه ممكن اهلها هم متعودين على هالشيء هذا
اقول لا يعني انا بيني يعني بيني وبين نفسك لا انا ما ابي انا ما ابي هالشيء هذا حتى اللفظ. خلينا نتكلم عن صفه اللعانه التلعين يعني بعض الازواج ما يلعنون لكن زوجته لسان وتلعين ليل نهار او العكس. طيب تمام او العكس ايوه انا بين سيد انا بين اربع سيدات هنا دائما دائما يعني المراه لما يكون صوتها عالي هذه مش مرأة نهائي. لا ما له دخل لا 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 لا, لا, لا اللي ترفع صوتها اللي تصرخ هذه الحياه اللي اللي تصرخ اللي عذرا عن مقاطعه نهائيا ما له دخل الصوت العالي اذا كنت انت امراه او لا. إلا إلا إلا. يا سلام ايش دخل صرخي انه تخيلي انه زوجك واقف وتقعدين تعلين صوتك فوق صوته هذه قله حياه. في فرق عام في البيت ما ادري ايش هذه في اي مكان صحيح في اي مكان لما صوتها يعلى على صوت هذا من نوع الحياه صوتك. يعني ما احنا بنتكلم انه في حياه واحده تطلع ما في اصلا في سيده انت شفتيها أيوة الله. مثلا سيده في الشارع قاعده تهز أيوة زوجها اي نعم اي نعم موجود ما ادري انه في يعني موجود. انا مكتوبه اني انا انسانه يعني استحي بصراحه ما قد شفت حتى كذلك من جهه الزوج كذلك برضو يصارخ وينافخ على خلينا هذه ترجع الى التربيه قبل ما ترجع هي خجل والاستحياء ليش ما تكون هذه تربيه في الاخر هي ترجع للتربيه هذه تربيه اساسيه من الوالدين وكذلك من المربين اللي هم المعلمين تمام فالرسول عليه الصلاه والسلام طبعا قال للطفل هو اللبنه الاولى في المجتمع طيب من هو المشرف عليها اصلا في المجتمع ذكر الوالدين وذكر المربين اللي هم المعلمين حلو والثالث اهو اللي هو المجتمع يعني دروس المجتمع كامله طيب خلينا قبل نختم فقرتنا معك استاذ محمد نوضح للاهالي كيف يقدروا يساعدوا ابنائهم وبناتهم على التخلص من الخجل وليس الحياء لان الحياء موجود في كل انسان. طيب الكاميرا عندي هنا تعزيز الثقه يا سلام عزز الثقه يعني عط ابنك او ابنتك عطها المجال المفتوح. الان اللهم لك الحمد عندنا بالمملكه العربيه السعوديه المسؤوليه المجتمعيه او المسؤوليه الاجتماعيه كامله في التطوع والانشطه الاجتماعيه كامله موجوده فاتحه ابوابها سواء من مراكز او من جمعيات او من فرق تطوعيه. صحيح. اذا كان عندك مهاره، اذا كان عندك موهبه، اذا كان عند احد افراد اسرتك عنده حاجه مثل الاذاعه، خلينا نتكلم عن الاذاعه بشكل كلكم من المذيعين. روح عندنا مسارح سواء للصغار سواء طبعا بفلوس او بالمجان نحاول نخليه يشترك بانشطه نحاول ترى مو شرط اذا كان كبير كان اعلامي احنا نجيبكم اعلاميين صغار وفي امثله اللهم لك الحمد بالسعوديه هنا وفي مخترعين هذول ليه طلعوا كذا اهلهم عززوا ثقتهم تعزيز الثقه من الاهل من الوالدين صحيح. تعزيز الثقه في ابنائهم جدا مهمه جدا مهمه نعم اكيد فقبل ما ننتهي طبعا انا انشات مبادره سابقه يمكن قبل فتره والان جاري على التاسيس بزياده اللي هي مبادره وصل هي عباره عن دعم ووصاله الشباب او البنات اللي يملكون مهارات نوصلها الى المجتمع حلو حلو موجود طبعا في حساب في التواصل الاجتماعي اللي هو تويتر موفق جميل استاذ محمد النحو شرفتنا ونورتنا واتمنى انه يكون نقاشك مع سيدات سيدتي يعني ممتع سيدات عظيمات الله يعطيك العافيه شكرا لك الله يعافيك مشاهدينا فاصل ومكملين معكم باقي فقرات برنامجنا طبعا خلونا ننتقل الان لتقرير غالية امين مع مدونة الموضة دانا حوراني نشوف وراجعين مكملين دانا حابة أرحب فيك ببرنامج سيدتي. Thank you. Thank you. قولي لي اليوم على تواجدك في الفوغ إيفنت في دبي مول. جينا نحكي عن السوشيال ميديا وكيف بلشنا انستغرام وكيف صارت بزنس. أنا دائما أشوف شغلك مرة أرتستيك يعني حتى في السوشيال ميديا كأنه يعني أرتستيك فيديوز أنت يور بوستينج إت داي باي داي وحتى عندك نيو سونج. قولي لي على هذا الشغل اللي تسويه. الفاشن بروجكت سو وهن أكثر شيء عن الفاشن وميوزك فدائما بجرب أعمل اشتغل على نيو بروجكتس طلعها فيها تكون غنيه او غنيه كتبتها او غنيه غنيتها مع باند او فاشن كامبين فضلني قد ما في اشتغل على بروجكتس جديد وشيء يمكن ما انعمل قبل
خلينا نروح بعيد شوي عن الكرياتيفيتي ونتكلم على اول ما ظهرتي في السوشيال ميديا، ايش كان النقد اللي واجهتيه ولا ايش التحديات اللي واجهتيها؟ اكثر شيء ماي بيجست تشالنج هو انه بدي اقسم وقتي بين الشغل وبين الحياه، يعني جوزي وبنتي واكثر شيء انه بدي دائما لانه كل الكونتنت تبعي از بيست اون كرييتيف فلو، دائما لازم افكر بانسبيريشن. اوقات ما عندي اياها، اوقات بصير معي بلوك، ما عم بقدر تو ديليفر اللي بدي اياه، فهو اللي اكثر شيء التشالنجز انه مش دائما قادره، وانا لازم دائما اكون قادره بهالشغل طبعا. وكيف تتعدي مرحله النقد لما تحسي في كريتيسيزم كثير؟ تعرفي كريتيسيزم اي تيك ات بوزيتيفلي، انه اذا حدا عم بيقول لي رايه اتس فاين، بس اذا حدا بده يكون شوي. شكرا غالية على هذا التقرير. أكيد كلنا مهتمين بالسوشيال ميديا بطريقة أو بثانية، في ناس يحبوا يكونوا أكتف، الناس أحيانا يحبوا أنهم يشاركوا صورهم وطريقة لبسهم، وفي ناس ثانيين يحبوا يشاركوا بأفكارهم. بنعرف أنه تويتر هي المنصة الأساسية صحيح. للأفكار، وكمان في ناس زي تحب سناب شات. سناب شات حلو، اوكي، بس مو تويتر يعني. لا تويتر انا اشوف انا احس انه انا عندي شخصيه في كل مكان، انستغرام شخصيه، تويتر شخصيه، صح، سناب شات اللي هو الحياه اليوميه، وكوب القهوه يا رندا، كوب القهوه اهم شيء يوميا على سناب شات. فكيف تحاولوا دائما تكونوا اكتف او تكونوا متفاعلين مع هذه الحسابات على حسب كل واحدة وإيش اهتماماتها؟ عبير. والله شوفي ستي، أنا مو مدمنة سوشيال ميديا، يمكن كذا مرة قلتها قبل كذا، أو يمكن أغلب الوقت أنا في البيت ما أخلي جوالي. يعني أحاول إني أتفرج التلفزيون، أعيش حياة، ألعب مع بنتي، أقعد أشرب شاهي أخضر مع نعناع، يعني أيوه يعني كذا بالضبط جاي مع نفسي، عرفتي؟ لكن إذا فكرت مثلا إني أفتح السوشيال ميديا، ممكن إنه أنزل أنا ما أشوفك إلا في السيارة، شكرا، أو في السيارة مثلا ممكن أصور حاجة. ولعلمك في حاجة، يعني في شيء مهم لازم أقوله، يمكن غزة توافقني عليه. أنت مو ملاحظة إنه قبل لا ندخل الإعلام أنا تحديدا كنت بتكلم كثير في السناب حقي الخاص، كنت أتكلم مرة كثير. لما فتحت العين عليك هدأتي؟ ها والله العظيم، يعني من أول كانت بمعدل يمكن يومي 5-6-7 فيديوهات بتنزلها يوميا، هذا قبل ما تبدا اصلا حتى في المجال الاعلامي تماما، قبل تقريبا 2 أو 3 سنين. انا لاحظت الان فيديوهاتها جدا جدا مقلة، صورة او صورتين. انا نفس الشيء مع عبير، انا يعني مش هدفي الاساسي ابدا 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 انه انا اوصل للشهرة عن طريق السوشيال ميديا، انا منصتي الاساسية والمعتمدة الشاشة التلفزيونية. سو انا هذا مجرد انه انا اكون بس موجودة. بس انا لاحظت كثير على انستغرام تهتم انستغرام على اختلاف المنصات. انا احب انستغرام اكثر، ليه؟ لانه مثلا بكثير تجيني كومنتات انه بحكم انه انا محجبة وستايل محجبات وكذا، من فين لبسك؟ نبغى تاج على الاشياء دي معينة. بس برضو بشكل عام ما هي هوس عندي مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تويتر نادرا ما انزل تغريده، غالبا بكون بعمل ريتويت لاشياء كثير عجبتني. سناب شات برضو الى حد ما شبه مقله فيه، ما بشارك كثير يومياتي. في الاول وفي الاخير اللي حابب يشوفني يقدر يشوفني من خلال التلفزيون، حياتي الشخصيه في الاخير ملك لي. اما الشبابيه رندا على السريع؟ لا الحمد لله متفاعله بكل مواقع التواصل. يا سلام عليك. طبعا احنا مكملين باقي الفقرات، لكن بعد الفاصل. الحمد لله أن المملكة في الفترة هذه تشهد الكثير من الأحداث الرياضية، ويمكن من أهم الأحداث الرياضية اللي حصلت مؤخرا طبعا الفورمولا إي زي ما قلنا، واليوم كان تحديدا مخصص فقط للسيدات. يعني الحلو أنه زي ما كنت بتقولي يا غزل، المرأة دائما بتقدر تثبت نفسها في مجالات كثير مختلفة، وخصوصا في المجال الرياضي. أكيد. إذا ذكرتي الفورميلا، أحب أذكر كمان أسيل لما كانت من السيدات اللي كان أول من يستوقوا في الراليات وفي الفورميلا. طبعا هي هذه السنة ما شاركت، احتمال إن شاء الله على السنوات الجاية. ولكن مجلة سيدتي، أو عفوا برنامج سيدتي، عمل تقرير عن أول فريق نسائي لكرة السلة. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير مع بعض. الفريق كخريجات عام 2003، وبعدها بثلاث سنوات تطور الفريق إلى مشروع تجاري رياضي مؤسسي. وقتها كان الاهتمام بالرياضة لم يكن بهذه الدرجة، وكان في حاجة كبيرة
للأندية، ليس فقط للأندية ولكن لبرامج رياضية سواء للبنات أو للشباب. وكانت يعني وقتها من 15 سنة تقريبا تتكلم على أنه لو الواحد حابب أنه يروح عن نفسه كان في أسواق وكان في مطاعم، لكن إحنا حبينا أنه نجد باب آخر للاستثمار ليس فقط للوقت ولكن أيضا حتى كاستثمار للوقت أو قضاء وقت الفراغ فيما يعود علينا بالنفع، خاصة في الألعاب الجماعية. الألعاب الجماعية جدا مهمة، ليست كأي رياضة، تعلم كثير من القيم، منها يعني احترام قيمة الوقت، احترام الخصم، العمل الجماعي، تنظيم الوقت، أشياء جدا كثيرة وقيم من خلال لغة الرياضة الجماعية. حبينا أنه ننشر هذا الفكر وننشر هذه الثقافة. كان لنا هدف آخر، الهدف الدولي أو الخارجي كان تغيير الصورة النمطية عن المرأة السعودية، وكان كل عام لنا مباراة ودية في دولة معينة. الحمد لله مع وجود هذه الرؤية أنا في رأيي أقول أنها عظيمة، تغيرت مفاهيم كثيرة وأصبحت الآن نحن نعيش الآن السعودية الجديدة. طبعا أنا كل يوم بكون متواجدة مع البنات من بداية التدريب لآخر التدريب وبشوف الأمهات، والحمد لله كلهم مرة مبسوطين، ومن كثر ما مبسوطين بيتابعوا معانا. يعني إحنا معانا بنات من 12 سنة من يوم ما فتحنا لين كبروا معانا، فهذا أكبر دليل إنه الحمد لله كل أحد مبسوط من الأكاديمية. إحنا ملعبنا ملعب قانوني مطابق لمعايير فيبا، يعني عنده شوك ريزيستنس، أي صدمات للركب للكذا بيمتصها، فيعني حقيقي جدا يعني هيلثي للبنات. بدأت ألعب كرة سلة من وأنا صغيرة، بس دخلت أصلاً جدة يونايتد لما كان عمري 14 سنة، يعني أنا اللي دحين سنة ونص في جدة يونايتد. باسكتبول كهواية لي أنه أمارسها، لأنه أنا من وأنا صغيرة مرة كنت أحب ألعب باسكتبول، وتشجيع أهلي لي حمسني أكثر أنه أنا أتخصص هواية. الكل كان يفتخر فيها، ودائما صحباتي وأهلي بيشجعوني وبيتحمسوا ويشوفوني وأنا ألعب باسكتبول. والله أمي وأبوي حمسوني صراحة، وصرت مرة يعني أحب ألعب كرة السلة. سافرنا دبي ولعبنا ضد نادي النصر والمدرسة الفرنسية، وخسرنا مباراة وفزنا مباراة. صراحة مرة كنت فخورة في نفسي عشان أول مرة نسافر، وتجربة صراحة مرة فظيعة. بدأت وأنا صغيرة بس كده عمر 12 دخلت على جدة يونايتد وبدأت ألعب هنا. كنت أتفرج الناس يلعبوها وكان يعجبني، فقلت إنه ليه لا إنه أجربها. حبيتها لما بدأت ألعبها هنا في جدة يونايتد، كده أحس إني أنا مبسوطة وإني بسوي شيء يعجبني، إنه أحس إني مفتخرة من نفسي. هي رياضة مرة ممتعة بالنسبة لي، وفيها منافسة ودية، يعني منافسة حلوة وفي نفس الوقت اللياقة عندك مرة تتحسن. اخترت هذه الرياضة لأنه أنا ماني شاطر في كرة القدم، يعني جربت كذا رياضة تانية وناسبني، يعني أكثر شيء ناسبني كرة السلة. شاركنا في بطولات داخل وخارج المملكة، من البطولات اللي داخل المملكة طبعا مع فرق تانية بجدة، فرق برضو في الرياض. خارج المملكة شاركنا في مباراة في ماليزيا، في الشارقة، في أبوظبي، في دبي. جميل جدا، ونتمنى انه ما يكون بس فقط هذا اول فريق، بالعكس يصير في فرق عديده سواء في جده، في الرياض، في المدينه، في المنطقه الشرقيه، لانه قد ايش الرياضه مفيده ومهمه للفتيات، تفرغ الطاقه، تخليهم يركزوا اكثر، وخصوصا ان احنا كمان داخلين على فتره امتحانات، فياريت الكل يحاول يشجع بناته انهم يمارسوا اي نوع من انواع الرياضه. صح ولا لا؟ اكيد طبعا معك حق. يمكن الشباب من اول يعني بيلعبوا انواع رياضه مختلفه، بس دحين صار في فرصه او دعم اكبر للبنات ان هم صار يقدر يختار نوع الرياضة تحديدا، ما صار في فرق زي أول. نذكر زمان لما مثلا أبغى أطلع ألعب كورة، لا كيف تلعبي كورة يا مصيبة، ما أدري كيف، إنه في مشكلة. أيوة يعني عرفتي إن كيف تختاري الكورة تحديدا، الكورة لعبة رياضية للشباب أو للأولاد. لا مو أنا قاعد أتكلم عن نفسي. كنت زمان مثلا تلعب؟ إن شاء الله ما يحدها شيء. طيب يا أخا سؤال حدها شيء. أيوة يعني كسرتي حاجز الخجل صح؟ أنا ما كان عندي خجل. مشاهدينا فاصل ورجعين لكم من جديد.
في حياتنا اليومية غالبا ما بنواجه أشخاص مزاجيين، سواء في محيط الأسرة أو في محيط الصداقات أو في محيط العمل أو في أي محيط نواجهه، والتعامل معهم إلى حد ما بيكون شوية دقيق وصعب. ليه؟ لأنه كل شخص تلاقينه مزاجي، يعني في بعض الأشخاص المزاجية موجودة على حسب الأبراج. هنا إيش تجي؟ تجي كيف تتعاملي معهم بالعمل، بمحيط الأسرة، أشياء كثير حنتكلم عنها اليوم أكيد مع ريان سمان. حياك الله ريان. يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا وشكرا على هذه الاستضافة. هلا بك ريان. قل لي، هل فعلا زي ما شبهوها بعض الأشخاص أنه مزاجية الأشخاص أو تقلب مزاجية الأشخاص شبهوها بتسونامي، لهالدرجة ممكن نوصل؟ طيب، في البداية أشعر أنه خلينا نعرف إيش يعني شخصية مزاجية، لأنه ممكن كل واحد يعرفها بطريقة معينة، بطريقة الخاصة، بطريقة اللي هو يشوفها مناسبة. أنا بالنسبة لي ما أحب أقولب الناس هذه صحيح. شخصية مزاجية، هذه شخصية عصبية، هذه شخصية هادئة، لأنه هذا يعطينا حكم مسبق على الشخص نفسه، ويعطينا تصور داخل عقلنا إن إحنا كيف نتصرف مع الشخص هذا. صح، كلنا يعني ممكن نتكلم إنه بصورة عامة مين مننا ما هو مزاجي، مين مننا اللي أوقات يكون سعيد ممكن تجيه لحظة جاء خبر معين زعله، فهل نحكم عليه هو شخص مزاجي ونحكم عليه ونطلق عليه هو إنسان مزاجي؟ هذا في حالة يا أستاذ العريان لو جاء خبر زعله حياته مثلا. لكن الشخصية المزاجية اللي فجأة يكون جالس معك بيضحك في خلال 10 دقائق ربع ساعة تلاقي مود وقلب، نعم، ما تبوزه شبرين وما يبغى يتكلم معك، ما جاله أي خبر. جميل. طيب، أولا إحنا كيف عرفنا ما جاله خبر؟ ممكن يكون في عنده previous history، ممكن يكون في عنده خبر قبل ما يجي هو في باله، ممكن يكون في مواضيع معينة هو يعني هي داخل نفسه. بصورة عامة يعني إحنا لا نحكم على الناس إن هي شخصية مزاجية، شخصية عصبية وغيرها، لكن يعني إذا صح التعبير وقلنا إنه شخص بصورة عامة متقلب المزاج بشكل مستمر وبشكل سريع وبشكل دوري، لحظة فرحان، لحظة زعلان، لحظة بضحك، لحظة بيبكي، ممكن يحصل الموضوع هذا. كيف إحنا نتعامل مع الشخص هذا؟ بكل بساطة نتعامل معه زي ما إحنا نحب إنه الناس تعاملنا، نتعامل معه بطريقة عادية، ما نحسسه نهائيا إنه هو شخص مختلف أو شخص مريض أو شخص غريب أو شخص عنده سلوكيات خارجة عن الطبيعة، لأنه كل واحد خصوصا المشاعر يعني ما أحد يقدر يحكم على الناس أو يدير الناس أو يعرف ما في داخل الناس، صحيح. فبالتالي إحنا ما نعرف هل هو فعلا شخصيته كده ولا هو في موقف معين عدى عليه ولا في ظرف معين هو فيه في الفترة الحالية، فعشان كده إحنا نتعامل معه بشكل طبيعي بشكل عادي، ونبعد على إحنا نقولبه أو نحطه كده في قوالب معينة علشان نبدأ ننظر له باتجاه معين. طيب ريان حكي لي، دائما يقولون إنه الأبراج المزاجية أو أصحاب الأبراج المزاجية هم اللي دائما صعب التعامل معهم، كل شوي تلقى لهم ببال، تلقى لهم يعني ما تعرف الطريقة المناسبة اللي أنت تتعامل معهم، هل فعلا الأبراج لها دخل بالموضوع؟ كل شيء عبارة عن الكون ده كله متداخل في بعضه، نعم. وفي انسجام ما بين الأمور كلها يعني في الحياة. لست متعمق كثير في موضوع الأبراج، ولكن أنا أؤمن أنه في الدنيا هذه في طاقات مختلفة، أنا أرسل طاقة إيجابية تأتيني طاقة إيجابية، أرسل طاقة سلبية تأتيني طاقة سلبية، الدعاء هو طاقة إيجابية، فبالتالي ربما يكون في سبب معين، رابط معين ما بينها بين أبراج، ما أني خبير متخصص في هذا المجال، ولكن أنا أميل أني ما أربط الأمور
انه هي برج معين، فانا مثلا برج السرطان، وانا شخصيا برج السرطان مزاجي، انه والله ها شخصيه مزاجيه، انا ما اشوف نفسي مزاجي وما اشوف غيري من الناس اللي في السرطان مزاجيين، فما احكم على الناس من برجهم، احكم ولا نهائيا انه انا احطه ان هذا برج الفلاني ففي الصفات الفلانيه، ممكن وممكن لا، فما ابغى احد دائره اني انا استمتع مع الشخص واني انا اشوف الجمال اللي فيه، اني انا اقولب او احطه او احكم عليه مسبقا عشان في اتجاه معين، فبالتالي اتعامل معه من هذا المنطلق عشان برجه. نعم، الى حد ما معك حق، ولا عشان بيئته ولا عشان دينه ولا غيره، الى حد ما صح معك حق استاذ ريان. صعب، من الصعب ان احنا اصلا نربط موضوع الابراج بالشخصيات، لكن برايك هل تتوقع صاحب الشخصيه المزاجيه اللي هو فجاه ينقلب مزاجه بيكون بدي الطريقه لمجرد لفت النظر؟ ربما لفت النظر، ربما حالة معينة داخله فعلا تستدعي انه هو يكون في الحالة اللي يبغاها. احنا خلونا نبعد عن تفسير الامور عشان نرتاح. جميل. يعني ليش نقول والله هذا شخص بيمثل علشان يبغى تعاطف؟ احنا ماله، هو حر يسوي اللي يبغاه، واحنا حرين في التصرف معاه بالطريقة المناسبة الملائمة. يعني لو شفنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعامل مع الناس ما كان يقولبهم، ما كان يقول هذا شخص مزاجي، هذا شخص عصبي، هذا شخص، كان يتعامل مع الناس بطريقة متساوية، يتعامل معهم بالحسنة، يتعامل معهم بالطيب، يتعامل معهم بالحكمة والموعظة الحسنة، يتعامل معهم بالخلق الرفيق والرفيع والعالي. فبالتالي احنا ما لنا هم ايش داخلهم ولا ايش بيمثلوا ولا ايش بيسووا ولا ايش النية داخلهم، احلينا ان احنا كيف نقدر نتعامل معهم بالطريقة اللي احنا ترضينا. لو بس كده صار كمان هذه مشكلة يا أستاذ ريان، حيجيني انفصال الشخصية، نتعامل معهم زي ما حبوا يتعامل معنا. أنا حيجيني، أنا اللي بتعامل مع الشخص يعني واحدة مثلا زوجها شخصيته مزاجية، يكون فجأة جالس معاها وبيتكلموا وبيضحكوا وما أحلاهم، بعد نص ساعة ساعة يدخل غرفة النوم، يدخل المكتب، يرجع زعلان، ما يبغى يتكلم، منفس. طب بسم الله، احنا كنا قبل شوية جالسين وحلوين وبنتكلم وبنضحك، قلبت التون او قلبت القناة فجأة، او قلبت ايش كيف انا كيف اتعامل معاك؟ طيب، وهنا كمان انا ممكن اقلبها شوية واقول انه والله السيدات بصورة عامة عندهم حالة المزاج وحالة المزاجية أعلى من الرجل في فترة معينة. هم ممكن صح، ممكن يحدث، ممكن أشخاص يكونوا سريعي التغير في المزاج، ولكن ممكن خلال اللحظة دي أتذكر شيء معين، أتذكر وفاة أحد صديق عزيز عنده، يعني وأنا جالسة مع زوجي يا أستاذ ريان بكرة أتذكر النكد ويقلب مزاجه. ممكن يحدث الشيء هذا، ممكن يحدث شيء وارد، احنا بشر. اوكي، طيب ريان، لو تكلمنا شوي انه دائما اضطراب المزاجية ممكن انه يكون صعب في اتخاذ القرارات، صحيح؟ من الطبيعي اذا شخص عنده اضطراب معين، فلو افترضنا انه هو فعلا، يعني ربما انا بتكلم الان كلامي كله السابق هو في الشخصية الطبيعية العادية، وانه انا اللي بحكم عليها وانا بنظر لها هي مزاجية وغير مزاجية، لكن اوقات في بعض الشخصيات عندهم اضطراب في الشخصية، وهذا الاضطراب يكون نوع من انواع المرض النفسي، يحتاج انه هو فعلا يعني يتعامل معه بطريقه جديه، يراجع في طبيب نفسي عشان يتعالج من الموضوع هذا. في هذه الحالات لازم يخضع الى اجراءات معينه تساعده انه هو يكون ستيبل او يكون متوازن في قرارات في تعامله في قراراته، لانه هذا بياثر على عمله، بياثر على حياته الاجتماعيه، بياثر على حياته مع زوجته، اذا فعلا هو اتشخص على اساس انه هو اضطراب نفسي او هو مرض. أما وهذا يعني ما حد حيعرفه غير شخص طبيب نفسي أو أخصائي نفسي متخصص في هذا المجال. يعني نقدر نقول ريان، حتى إحنا يعني في الـ نقدر نقول إنه الشخص المضطرب أو المزاجي على طول هذا لازم يراجع دكتور نفسي علشان يقدر شوي يهدي منه.
احنا لازم نفهم يعني هو لازم يكون واعي، هل هو مرض بالنسبة له، هل هي ظاهرة مستمرة معه، ولا هي حالات تعدي عليه. أكثر واحد يعرف نفسه هو نفسه، الشخص نفسه. جميل. يعني أنا 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 ما أستنى غيري يقول لي والله أنت عندك إشكالية، أنا نفسي أعرف هل دائما يقولون لك معايا والحالة اللي معايا هي حالة طبيعية. الشخص هو اللي يعرف نفسه، هو اللي يعرف يداوي نفسه، هو اللي يعرف إذا عنده مشكلة. زي ما قلت، زي ما ذكرت قبل شوي، دائما الشخص هو دواء نفسه. صحيح. ودائما هو طبيب نفسه. يعطيك ألف عافية ريان، شكرا. صحيح. لك، شكرا لتواجدك معنا اليوم. شكرا لك ريان. خلونا طيب بما أننا نتكلم عن الأبراج والأشياء هذه، حنروح طبعا جولة في مجلة سيدتي ونرجع مكملين أكيد. عيون سيدتي تدور في كل أنحاء العالم، تدخل الكواليس لتجلب لكم كل ما هو مثير وترند في عالم الفن والمشاهير خلال الأسبوع. البداية من السعودية، حيث لم تفوت الممثلة رشا مهدي تجربة قيادتها للسيارة في السعودية، ووثقت انفرادها في الفيديو مؤكدة أنها صارت أول فنانة مصرية تتمتع بحق قيادة السيارات في المملكة، ووجهت الشكر لكل من استقبلها في الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية مفتوحة في الرياض، مشيرة إلى أن الزيارة ستتكرر قريبا. تأتي التحضيرات لأوبرة الجنادرية 33 على قدم وساق وبرؤية وطنية تمتزج فيها اللوحات الفنية بالحس الوطني الكبير، إذ يفتتح أوبرة الجنادرية في 20 ديسمبر الجاري، ويقف خلف إخراجه المخرج فطيس باجنا الذي يملك باعا طويلا في تاريخ أوبريتات الجنادرية. ويشارك في الأوبريت هذا العام الفنان محمد عبده والفنان راشد الماجد، ويعتبر فنان العرب محمد عبده من أكثر الفنانين مشاركة في أوبريتات الجنادرية، كما شارك في أول أوبريت حمل عنوان مولد أمة في عام 1988، مشكلا بذلك توأمة وطنية ثنائية مع الفنان الراحل طلال مداح. نحمد الله جات على وإلى مصر، حيث ظهرت الممثلة التركية مريم أوزرلي والمعروفة في الوطن العربي بالسلطانة هيام في مصر مؤخرا، وقد ظهرت للمرة الأولى برفقة الفنان محمد إمام في القاهرة ضمن كواليس تصوير فيلمه الجديد لص بغداد، ولكنها يبدو أنها لم تتعاقد حتى الآن على بطولة الفيلم. وكشفت سيدتي سابقا شروط النجمة التركية المشهورة للمشاركة في فيلم لص بغداد، حيث طلبت ألا تتكلم باللغة العربية، وثانيها أن تتقاضى أجرها كاملا باليورو قبل بدء التصوير. سيدتي طارت إلى لبنان لترصد لكم العودة المنتظرة للفنانة مريم فارس، والتي عادت إلى جمهورها بأغنيتها الجديدة بعنوان قومي 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 رقصي وريهم جمالك. مريم التي غابت منذ بداية العام بسبب المرض عادت برسالة مؤثرة عبرت فيها عن حبها وامتنانها لكل من ساندوها خلال محنتها. عودة مريم واللوك الذي ظهرت به أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب البعض بعودتها من جديد، بينما هاجم البعض إطلالتها وظهورها بشكل غريب على الثقافة العربية. ومن لبنان أيضا، فقد اشتعلت الأزمة بين المطرب راغب علامة والنائب اللبناني حكمة ديب، وذلك في أعقاب الأغنية السياسية الجديدة لراغب بعنوان طار البلد من تأليف نزار فرانسيس وألحان وتوزيع جان ماري رياشي. ونختتم بحصريات سيدتي، حيث رصدت كاميرا سيدتي لقاء خاص بين الفنان حسين الجسمي والفنانة بلقيس من كواليس حفلات اليوم الوطني الإمارات 47، حيث دار بينهما حديث ودي عبرت فيه بلقيس عن إعجابها الكبير بحسين الجسمي. نورتي نورتي، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. بس لك وانت كذلك. And you are a true star. شكرا. كل كما رصدت عدسات سيدتي اللقاء الذي دار بين الفنانة أحلام وبين أصغر معجباتها، والتي أطلق عليها الحضور لقب المعجبة الرضيعة. كان هذا هو أبرز ما لدينا لهذا الأسبوع. انتظرونا الأسبوع القادم مع فقرة فنية مليئة بالإثارة والأخبار الحصرية فقط لسيدتي.
وأخبارنا الأسبوع ده كانت جدا مثيرة وحصرية من برنامج سيدة المشاهدين. بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نشوفكم بكرة في ذات الموعد، في أمان الله.